السلام عليكم. قطعة أرضية المساحة ديالها 480 متر، جات مقربة المقهى ديال الزيتونة، كتواجد بالضبط في ولاد مكودو. المساحة كيف ما قلنا 480، كتمد المساحة ديالها من الشانطي من هنا وانت داخل على الجنب الحد ديالها، هو فين الحد الاول كيمتد من هنا. الحد الثاني عاوتاني هنا، جاية حتى لهنا لهاد القنطرة فين كاينة هاد الشجرة هادي، جاية على هاد الورد وطالعاني حتى لخرجة الفوق، حتى كنخرج عاوتاني الشانطي. المساحة ديالها كيف ما قلنا 480. اللي بغا شي حاجة ولا شي استفسار على هاد الأرض يتصل. مرحبا. أرض جات في واحد الموقع استراتيجي زويون، فيها خرج فيها البلان.